بالنسبه للمقابله كما ذكرتي الاخ كانت مقابله كنا نعرفوها قويه لان الفريق خصم حتى المرتبه الاولى وجامي خد هزيمه لا داخل الميدان لا خارج الميدان. هادو لاعبين عندهم تجربه منسجمين حافظوا على التركيبه البشريه ديال العام اللي فات يعني داك ونفس المدرب يعني كيعطي واحد القيمه مضافه للفريق لما كيكون استقرار تقني واستقرار ديال اللاعبين كتكون واحد الانسجام حتى في داخل الملعب وهذا اللي بان وهما كيعتمدوا بزاف على لي بالاريتي وكيعتمدوا على لونجاجمون فيزيك لان الملعب ديالهم ما كيسمحش لهم باش يلعبوا كره. اليوم كانوا قويين عرفنا غادي نتمحنوا معاهم الدراري ديالنا دخلوا المقابله بعزيمه سجلوا الهدف الاول كان واحد السهو في الهدف ديال التعادل وهذا الشيء طبيعي لانه اللاعب المغربي ملي كيماركي بيت كيفقد شويه التركيز وكيبغي يدافع عليه حتى كيصدق عطي اخطاء حاولوا نصحوا بعض اخطاء في الشوط الثاني داخل الفيستير تحنا بواحد الاخطاء وداك الشيء اللي طلبت من اللاعبين خصوصا بالهدف الثاني ديال ضربه الجزاء هو اللي داروا يوسف كرامه في الباس في ليسباس لافون سونتر وتاثرنا الهدف الثاني لانه ما ضغطنا في وسط الميدان معمرين بشكل كبير لعبوا 4 4 2 نفس الطريقه باش لعبنا حنا يعني خصنا نلعبوا في الدار المدافعين ديال الخصم وحسجلنا الهدف الثاني حاولنا استطعنا باش ندافعوا عليه بشراسه وبعزيمه اللاعبين وبالتشجيع ديال المحبين اللي كنشكرهم بزاف على المسانده قويه في المقابله وهذا اللي كان خاصنا في المقابلات اللي فاتوا لا المقابلات اللي لعبنا في ميلان لا خارج ما كانش عندنا واحد السند ديال الجمهور الحمد لله الان ملعب جميل جمهور قوي يعني غيعطينا واحد الدفعه كبيره بالمقابله اللي جايه غنكونوا مرتاحين وخير دري حنا نتصل على الفريق الاول اللي ما عنده حتى شي هزيمه ومسجل عليه 5 اهداف ماشي بالسهل باش ماركي عليه 2 اهداف ومسجل عليه 11 هدف 11 مقابله مسجل عليه 5 اهداف يعني هذا كيبين بان الدراري كانوا في المستوى عطاو داك الشيء اللي مطلوب منهم وكنكونوا ان شاء الله غنعطيو الكلمه ديالنا وغتكون الانطلاقه ديالنا في الملعب ديالنا وجامي نضيعوا شي مقابله في الملعب ديالنا ان شاء الله. وبالنسبه في بعض ردود الافعال ردود الافعال هذه ديال الغضب مساله عاديه اي فريق يكون محمس وبكراسي الاول الا كيخسر الا هو كيرياجي كبعض اللاعبين كيكونوا شباب ما عارفينش كيفاش يرياجيو ولكن حنا كمسيرين ومؤطرين خاصنا نكرميو الجو ونحاولوا نحتوي الوضع باش ما تطورش الامور لان غتكون لان الجمهور كان رياضي لا ديالنا لا ديالهم المقابله كانت رياضيه اللاعبين ديالنا ولا ديالهم يعني كان مقابله رياضيه ولكن باش نجيو للاخر ونريبوا كل شيء يعني هذا واحد علامه استفهام كنتمنى من جميع المدربين وجميع المسيرين يحاولوا هما اللي يصبروا لان اللاعبين على الاعصاب ديال اللاعبين 9 دقائق الله يكون في العوان ديالهم الدم شاعل حنا اللي خاصنا نكونوا القدوه باش ناثروا لهاد اللاعبين ونكونوا مرتاحين لان ما بقى مقابله العوده معهم ولا ربحونا بصحتهم ولا كان في عام اللاعبين ديالنا نكرميو حنا هما يصبرونا وحنا نصبروا لهم والحمد لله حنا راضي من في الميادين وهذا الشيء شيء عادي بالنسبه لي ان شاء الله شكرا.